خلاص عند المسيح أصل المسيح اهلا وسهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الطريق في حلقه جديده من برنامجكم الصلاه المستجابه. والنهارده معانا اختبار رائع، اختبار جميل جدا. الرب عمل معجزه مع قسيس، وهنشوف ازاي الاختبار ده تم والرب تم شفائه وهو في حاله جيده وصحه جيده النهارده. خليكم معانا. بس انا حابه جدا اقول لكم النهارده ان احنا هنستقبل طلبات صلاه. ده برنامج الصلاة المستجابة بس للصلاة، وكل اللي عنده طلبة أو كل اللي محتاج ربنا، كل اللي عايز أمر من ربنا وعايز يعرف الرب في الأيام اللي احنا فيها دلوقتي يقدر يتصل بينا وهنصلي معاه. لو عندك مشكلة، لو أمورك صعبة، لو الدنيا تعبانة معاك وشايفها صعبة جدا والأيام سودة في قدامك والحال صعب، اتصل وهنصلي معاك. هنستقبل طلباتكم، وعندنا طلبات صلاة كتير. لكن أحب أرحب الأول بضيفي الغالي عليا جدا، القسيس سمير فؤاد. أهلا بيك يا حضرة القسيس. مش سامعينك يا قسيس. أهلا بيك يا أخترافة. مبسوطين جدا حضرتك معانا النهاردة، وهنتشرف بحضرتك وهنتشرف باختبارات كتير. أنا عارفة أن عندك اختبارات كتير وحاجات أمور عظيمة الرب عملها معاك. إحنا النهاردة عنوان الحلقة عظمة الله في حياة أولاده. عايزة بس كل حد فينا يقعد كده مع نفسه دقيقتين ويفكر إيه هي عظمة الله في حياته، هو حياته الشخصية. فكر كده من أول ما أنت اتولدت على وش الدنيا لحد النهاردة، قد ايه عظمة ربنا معاك، وقد ايه يد ربنا معاك، وقوة ربنا في حياتك قد ايه. هتلاقي احسانات كتير ومراحمه كتير علينا قوي. فالنهاردة يا حضرة القسيس احنا محتاجين صلاة. الشعب كله بيئن، الشعب كله تعبان، كل بيت فيه مشكلة، يا اما فيه مريض، يا اما فيه نكد، يا اما فيه مشاكل، يا اما في عليه ديون، يا اما ما عندهوش فلوس، يا اما البيوت خربانة وابليس شغال بكل قوته بيحارب في اولاد الله. العالم كله يئن ويتمخض. فاحنا النهاردة انا بطلب من اعزائي المشاهدين، لو انت محتاج الرب، لو محتاج ايد الرب في حياتك، لو عندك امر عايزاك تقف معانا دلوقتي. لو مش قادر تقف حط ايدك على التلفزيون، والقسيس سمير هيصلي لكل حد محتاج الرب. عندك مشكله، عندك طلب، متضايق، الدنيا سودة قدامك، كرهت الحياه، بتقول له ليه يا رب كده، انت مش سامعني، انا بصلي لك بقالي سنين وانت كانك مش سامعني خالص. الله موجود وهيسمعنا. لو انت عندك امر زي كده ارفع ايدك وحط ايدك قدام التلفزيون وقول له انا النهارده جاي يا رب وبستقبل كل اللي انت عايزه، والقسيس هيصلي لكل حد محتاج النهارده. لو الرب مش في حياتك اقبل الرب النهارده والقسيس هيصلي لنا. اعزائي المشاهدين انتظروا في صلاه، الرب هيتمجد، هيتمجد بصلاتنا النهارده وهيلمسك وهيغيرك ويفك كل ضيقه انت فيها. اتفضل يا قسيس سمير. يا رب بنشكرك بنعظمك. نعم يا رب نعلم انك انت الهنا، انت ابونا، انت سامع الصلاه وانت تستجيب الصلاه يا رب، لانك انت اله قدير.
نعم نثق انه يا رب لا يعثر عليك امر. انت يا رب هو امسا واليوم والى الابد، لم تتغير ولم يا رب تتخلى عن وعودك. نعم يا رب كل وعودك حق وكل وعودك يا رب صادقه. تصدقيني يا رب ان انت تستطيع يا رب انك تخرج من الاكل الاكل ومن الجافي حلاوه. نعم يا رب تستطيع يا رب انك مش بس تشفي من الامراض، لكن تستطيع يا رب ان تقيم من الموت، لانك انت اله احياء، انت يا رب الذي اقمت في القديم، انت لم تتغير، والمعجزات يا رب ما زالت قائمه. بنصدق يا رب في كل وعودك. نعم يا رب بنجيلك بامراضنا يا رب، كثيرين يا رب يأنون تحت وطأة المرض، وحدك تستطيع يا رب انك تزور يا رب كل مريض وتشفي يا رب كل شخص يأن يا رب تحت المرض. نعم يا رب مد يمينك القديرة، اشفي يا رب كل مريض، كل حد يا رب وضع ثقته فيك، كل حد يا رب بيطلبك من قلبه. مصدقين يا رب ان انت تصنع معجزات في هذه الايام يا سيدنا الرب، تعلن مجدك، تعلن يا رب سلطانك على المرض. نعم يا رب والمشكلات يا رب الصعبة، الناس يا رب اللي عندها مشاكل يا رب أسرية أو مشاكل مادية أو أي احتياجات يا رب، أنت تستطيع يا رب إنك تتداخل يا رب كل الأمور يا سيدنا الرب. بنصدق يا رب إنك فعلا يا رب سامع الصلاة. نعم يا رب لا يعثر عليك أمر. رب كل حد وضع ثقته فيك يا رب، كل حد يا رب جاي وعنده خلطة وعنده أشواق يا رب، تستطيع يا رب إنك تغير يا رب الخطوات، تستطيع يا رب انك تشجع المؤمنين، تستطيع يا رب انك ترسل يا رب عزاء يا رب الحزانه والمتألمين يا رب في دقتهم. يا رب عندك يا رب كفايه لكل حزن، انك انت اله عظيم واله قديم. يا رب بتكلم لوقت حزين. يا رب سود يا رب على وقتنا. تكلم يا رب الى كل نفس يا رب تسمع الان. يا رب املى القلوب بالايمان، واملى يا رب يا رب القلوب بالثقة في شخصك، الكل يا رب يلجأ ليك. نعم يا رب الخليقة كلها يا رب تئن وتتمخض في هذه الأيام يا رب، العالم كله بيئن يا رب تحت يا رب وطأة مرض الكورونا. أنت تستطيع يا رب تنتهر هذا الفيروس، تستطيع يا رب إنك فعلا يا رب تعلن يا رب سلطانك وشفائك يا رب للناس يا رب المرضى، الناس يا رب اللي فقدت أحباء ليها، عز يا رب القلوب الحزينة في اسم المسيح يا رب. يا رب انت وحدك القادر يا رب، نعلن سلطانك ونعلن مجدك، نعلن يا رب سيادتك على الجميع باسم المسيح يا رب. صلي فيك كل المجد والاكرام من الان والى الابد. امين 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 في اسم يسوع امين. اعزائي المشاهدين، احنا معانا النهارده طلبات كتير للصلاه، فانا حابه ان انتوا تجيبوا ورقه وقلم وتكتبوا معانا طلبات الصلاه. انا هديكوا وقت صغير على ما اقرا جزء من الإنجيل، تكونوا جبتوا ورقة وقلم علشان نكتب طلبات الصلاة اللي مطلوبة مننا النهاردة. نصلي كل شعب الرب يصلي، الرب هيباركك كتير إنك تصلي لحد ما تعرفوش، والحد ده بيصلي من أجلك، كلنا بنصلي لأجل بعض، نعرف بعض أو ما نعرفش، والله هيستجيب. فأنا على ما تحضروا نفسكم أنا هقرأ معاكم جزء صغير من رؤيا يوحنا 21:3، وبيقول: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هوذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. الرب النهاردة بيدينا وعد إن هو سيمسح الله كل دمعة من عيوننا، والموت لا يكون فيما بعد، ده لما نروح السماء، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد في اسم يسوع. كل شعب الرب هيرتاح لما يطلع عند الإله، لأن الأمور الأولى قد مضت. الله بيدينا وعود كتير، والله هوذا مسكن الله مع الناس، الله ساكن معانا، الله في وسطينا، الله معانا في بيوتنا وفي كل مكان إحنا موجودين فيه، عمرها ما تغرق لأن الله في وسطها، فلا تتزعزع. احنا هنقول شوية طلبات صلاة، وحابة ان انتوا تصلوا معايا. يأسرني جدا وتعبنا جدا الأسبوع ده الحقيقة، واتأثرنا جدا بموت الأسيس سعيد إبراهيم. الأسيس سعيد إبراهيم رئيس طائفة الإيمان في مصر، والأسيس سعيد ما كانش شخصية عادية، الأسيس سعيد كان قديس العصر،
والأسيس سعيد، يعني إحنا بنرتب حلقة على الأسيس سعيد، الرب هيرتب إن شاء الله، بنرتب حلقة ليه، وهنشوف قد إيه الأسيس سعيد مش عمل إنجازات كتير بس، وبنى حوالي من 60 ل 70 كنيسة، وبنى جبل الصلاة، ده كان راعي أمين وبيرعى أولاده وبناته، مش بس اللي في القاهرة واللي معاه في الكنيسة، في كل أنحاء العالم. يعني أنتم متخيلين إن راعي يرعى أولاده في كل أنحاء العالم؟ يعني إحنا بنقول يا رب عزي الأسرة وعزي شعب الكنيسة، وطيب قلب كل حد، موجوع قلبه على الأسيس سعيد. لكن إحنا اللي بيطمننا الأسيس راح سعيد راح السماء، وأنا بفكر من ساعتها إكليلك هيكون قد إيه أسيس سعيد؟ أنا مش قادرة أتخيل الإكليل والتاج اللي رب هيدوله هيكون قد إيه، على كل الأولاد اللي جابها لي، على كل اللي عمله. مبروك عليك وهنيئا ليك يا أسيس سعيد. عايزين كمان نكمل صلاة من أجل الأخت فوزية، هي تعبانة صحيا شوية، الرب يكمل معاها ويشفيها ويسندها ويقويها في الظرف الصعب ده. في عندنا كمان طلبة صلاة، في أخت عندها مشكلة كبيرة في بيتها، السلام مش في بيتها، هي مؤمنة وزوجها مؤمن، لكن في أمور كده بتتعبها جدا، وهي طلبة صلاة إن هي مش قادرة تتحمل كل الأمر الصعب ده. الله عارف هي إيه ظروفها، والله عارف يحط السلام في بيتها ويحل المشكلة إزاي. كمان في أخت هي حالتها المادية صعبة جدا، وهي مش عارفة تشتغل ولا تعمل إيه، وما فيش أصلا شغل ولا فيش أي دخل ليها، وهي حالتها النفسية تعبانة جدا، وبيتها تعبان جدا لأن ما فيش أي فلوس وتصرف على أولادها. الرب يتحنن عليها ويفتح الأبواب ويملأ بيتها بالخير، ويملأ كل بيوت أولاده بالخير، ولا يعوزنا شيء من الخير في اسم يسوع. في كمان الشخص اللي هو عليه ديون، الرب تمجد وحل نص المشكلة، لكن لسه بقيت المشكلة موجودة، الرب يكمل معاك، اللي ابتدى معاك هيكمل معاك في اسم يسوع. كمان في أسرة هو زوج وزوجة، وهم بيقولوا يعني حالتنا المادية صعبة جدا، ما فيش شغل، ما فيش فلوس، ما فيش أي دخل، ومش عارفين نعمل إيه ونروح لمين، لكن هم بيتجهوا لله، والله هيسمع وهيفتح الأبواب وهيبعت خيره ويسد كل احتياجاتهم. الله صالح، هو مسؤول عننا، قل له يا رب أنت مسؤول عني، بيتي ده أنا معرفش أمشيه، لكن أنت مسؤول عني وعن ولادي، وهو أمين. تخيلوا لما احنا نحط الله في المسؤولية على بيوتنا، على ديوننا، على احتياجاتنا، على صحتنا، على كل حاجة احنا محتاجينها من الله. الله أمين، أمين قوي، وهو هيسدد كل احتياجاتنا. في كمان صلاة لأجل شخص مديون بفلوس كتير جدا جدا، وما فيش أي جهة تقدر تساعده أو أي حاجة، لأن المبلغ عليه كبير جدا، وهو تعبان قوي قوي قوي، ويعني حالته النفسية وأسرته كلها متدمرة. الرب يفك دي أو يحل الأمر بطريقة عجيبة. عايزين كمان نصلي لأجل البنات المختطفات والفتيات، القلب موجوع موجوع، لكن الله صالح، يقدر يرجعهم لبيوتهم، ويقدر يوقف مكايد إبليس وخطط إبليس على هذا الأمر في اسم يسوع. أسيس سمير، يعني احنا عارفين ان الرب عمل معاك معجزات كتير، وان في اكبر معجزة حصلت في حياتك ان هو الله شفاك، وانت دلوقتي بصحة جيدة، وعايزينك تكلمنا عن عظمة الله في حياتك وعظمة الله في حياة أولاده، لكن انت بالذات كلمنا عن إحسانات الله معاك، الله عمل إحسانات قد ايه معاك، كلمنا. تفضل يا حضر أسيس. هي احسانات الله كثيرة جدا، ومش ممكن ابدا ان انا اقصيها في هذا الوقت القليل، لكن من جهة امر الشفاء، يعني الرب فعلا صنع معايا معجزة. انا من 2005 كنت بعاني من مشكلة في الكلى، والرب سمح انه يعني اروح لاحد الاطباء بعد سلسلة من الفحوصات والأشعاعات وعينة من الكلى، اكتشف عندي مرض مناعي في الكلية، ومع الأسف المرض ده بيصيب مش بس كلية واحدة، لكن بيصيب الكليتين. هي الدكتور ما كانش يفهمني يعني أبعاد المرض، لكن بمرور الوقت، الكلام ده في 2005، وصلنا ل 2007، ابتدت الأمور يعني تضعف شوية،
وابتدى يغير لي في الادويه ويديني حاجات يعني جديده. بعد حوالي سنه فكرت ان انا اروح اشوف طبيب تاني، والحقيقه لما رحت للدكتور تاني في عيادته ابتدى يبص في الاوراق والتحاليل والاشعاعات، وابتدى يعني بعد ما خلص كده راح قفل الملف وقال لي انا مش قادر اعمل لك حاجه، انت جاي لي متاخر. والامر ده كان صادم جدا ليا، ويعني طبعا. خلاني فعلا في لحظتها شعرت بالقلق، ويعني يعني عمري ما سمعت الكلمه دي، وما كنتش متخيل ان المرض بتاعي بهذه الخطوره. لكن رجعت للدكتور بتاعي وسالته يعني انا الحاله بتاعتي ايه، وهل انا الامر خطير؟ قال لي انت المرض اللي عندك مرض مناعي ومزمن ملوش العلاج، انا بعمل معاك كل حاجه اتعلمتها في الطب بره وجوه، انا مش عايز الان انت حالتك مستقره يعني، وانا ببذل كل مجهود معاك. فقررت ان انا استمر مع الدكتور لغايه 2018. في 2018 في شهر ابريل يعني كان قبل عيد القيامه، عملت كان عندي مشكله اخرى ليها علاقه برضو بالمسالك البوليه، رحت للدكتور طلب مني اعمل بعض التحاليل، عملتها ورجعت له كملتها وظائف الكلى، فاكتشفت ان وظائف الكلى عليت قوي وانا ما كنتش واخد بالي، مع اني بعمل متابعه دوريه كل شهرين او كل 3 شهور مع الدكتور بتاعي. فيعني برضه الدكتور اول ما شافها قال لي انت ترجع للطبيب بتاعك المعالج واقول له ان وظائف الكلى عاليه جدا، والاشعه بتبين ان كمان في ضمور في الكلى. اتصلت فعلا بالدكتور بتاعي يوم خميس العهد، وقال لي يوم الثلاث بعد شم النسيم تجي لي على طول. رحت للدكتور، والدكتور لما شاف التحاليل قال لي ما انا عارف الامور دي كلها، قلت له بس انا مش عارف ان الامور واصله كده يعني. قال لي لا ده انت من 2005 واحنا في 2018، يعني انت بقالك 13 سنه يعني الممبرين بتاع الكليه اللي هو المصفى بتاعه الكليه دي ليها عمر افتراضي، هي دي اللي كان فيها المشكله، ويعني انت تحمد ربنا ان انت قعدت 13 سنه بالوضع ده. قال لي انت بالظبط كده قدامك يمكن 7 أو 8 شهور، يعني لو الأمور ماشية كويس يعني ممكن تتأخر عن كده، لو الأمور المعدل الزيادة في وظائف الكلى هيبقى بالمعدل ده يبقى هنضطر أقول لك حاجة من الاثنين، يا إما تعمل عملية زرع كلية يا إما تغسل الكلى. الأمر ده أحبطني شوية، ويعني أنا بخدم الرب وأنا ابن للرب، والرب يعني ما سابنيش في كل ظروف حياتي، ليه الرب بيسمح معايا كده؟ فكنت بقضي اوقات كثيره جدا وانا بصلي قدام الرب وبكي قدام الرب علشان الرب يوضح لي الامور. خدت كام سنه يا قسيس انك بتصلي علشان الرب يشفيك ويحل موضوع زرع الكلى ده بمعجزه؟ خدت كام سنه تصلي؟ يعني انا لما عرفت موضوع الزرع ده كان في شهر 8 2018، والدكتور قال لي يعني انت قدامك بالكثير قوي 8 شهور ولازم تزرع. فكان الوقت ده من شهر 8 لغايه شهر 12 كان فعلا في تكليف صوم وصلاه، ومش بس انا لكن ناس كثيره من اصدقائي بره مصر وجوه مصر وبعض الكنائس كانت بتصلي فعلا من اجلي. في شهر 10 بالتحديد الدكتور قال لي عايزين نعمل حاجة احتياطي لإلا تضطر إنك تعمل غسيل. فقال هتعمل عملية في دراعك عشان يدخلوا منها الإبرة اللي تغسل منها. قلت له بس أنا مش يعني الرب ما قاليش إن أنا هغسل الكلى. قال لي معلش إحنا لازم من ده احتياطي تحسبا لأي ظروف، لأن ممكن تاخد سنة وأنت بتدور على متبرع. صعبة جدا. أيوه. وبالفعل يعني كذا حد كان يقول لي ان هو قعد سنه بيدور، وفي ناس بيلاقي وبعد ما بيلاقي تيجي على اخر وقت المتبرع يتراجع او يعني يرفض بعد كده او لاي ظروف، فيعني كان الامر ده برضه بيسبب لي شويه خوف ان انا ما الاقاش متبرع، وانا فعلا ما كنتش يعني
يعني حاطط قدامي الرب، يعني ما قاليش ان انا هغسل، ومش متخيل ان انا هعمل غسيل. الكلام ده كان في شهر اكتوبر، عملت العمليه، وكنت طبعا بتابع مع معمل علشان يدبروا لي المتبرع، وبالفعل انا وصلت للمتبرع بعد شهرين، ودي كانت احدى القنوات الكبيره جدا من الرب. يعني ناس بتقعد سنه، وانا اعرف فعلا واحد النهارده بقاله هيقرب من سنتين، يعني هو بيدور من قبلي ولغايه النهارده لسه ما عملش عمليه زرع ولسه يغسل. يعني هي بتتوقف على ان هم يلاقوا المتبرع وتكون كل الشروط مستوفية، ويكون جسمك هيقبل الكلى بتاعته. وطبعا الماديات كانت مبلغ كبير جدا، كانت امور كتير، لكن هو الرب كان موعدك ان انت مش هتغسل لكن هتغير كلى على طول، مش هو ده اللي حصل؟ الرب كان شجعني ان انا، يعني كتير قوي، يعني حتى في دكتور صيدلي صديقي يعني قال لي انا ما انصحكش تعمل عمليه زرع الكليه، بفضل ان انت تغسل. انا ما كنتش مقتنع بالكلام ده، وقلت يا الرب يا اما هيشفيني يا اما هعمل عمليه زرع الكليه، او في الحالتين الرب هيكون مسيطر على كل الامور. وبالفعل كان في طبعا احتياجات ماديه، وفي احتياجات ان المتبرع يكون متوافق معايا من كل الجهات على الاقل بنسب معينه 80 او 90%. كان كله في اطار الصلاه، الرب بيطمني ويشجعني عليه. شهر 12 كنت خلصت كل الاجراءات بتاعت عمليه زرع الكليه، واستعد لاجراء حاجات، يعني حاجات تحاليل اخيره كده علشان ابتدي اعمل عمليه الزرع. كانت تتبقى الامور الماديه، ولكن انا فوجئت انه الرب كان بيبعت لي فلوس من ناس حتى ما اعرفهاش. يعني في حد كان مره اتصل بيا وقال لي ابعت لي حد، لان ما كنتش بنزل في الوقت ده بسبب ان انا كنت يعني جسمي ضعيف، وعضلاتي ما كنتش قادر اطلع السلم وانزل السلم، وكان يعني جسمي حاسس جدا. وكان تحركاتي قلت لك، فقال لي ابعت لي حد علشان هبعت معاه فلوس. بقول له انا بشكرك جدا. قال لي الفلوس دي مش من عندي، الفلوس دي الناس اصلا ما تعرفهاش. واو، هو صالح، هو صالح. قال لي الرب بعتك من حيث لا نعلم. وفعلا الرب يعني بتسديد كل احتياجات العمليه اللي هي كانت قدراتي وقدرات عيلتي، ويعني ما كنتش هقدر فعلا اعمل العمليه، لكن الرب كان مطمني، الرب كان مشجعني ان العمليه يعني هتتم. يعني حتى من 10 من شهر 10 شهر 12 كانوا يقولوا لي دور على مكان ثاني علشان تلاقي متبرع. اقول لهم واثق ان في كل شيء وقت، الرب محدد وقت، الرب محدد الشخص المتبرع، والرب هيسدد كل الاحتياجات، والرب هيرتب الفريق الجراحي. يعني الشيء الغريب قبل ما استرسل في الموضوع، انه الدكتور اللي كان بيتابعني هو راجل يعني من احد الاعلام في مصر في عمليه زراعه الكليه ومن الرواد. الراجل ده الرب حفظ حياته لغايه لما انا عملت. يوم من العمليه الراجل ده انتقل. انتقل بعد العملية بتاعتك؟ مش هو اللي عمل لي العملية، وكان الدكتور المعالج بتاعي هو اللي كان بيتابعني. آخر مرة شفت في شهر 12 قال لي تحاليلك كلها مظبوطة، تحاليلك كلها حلوة جدا، والمتبرع متوافق معاك بنسبة كويسة. وبعد كده كل ما بتصل بالمركز أو أروح المركز أعمل حاجة هناك، إجراء من الإجراءات، أسأل عليه يقول لي مش موجود. عرفت فيما بعد ان هو كان مريض وكان اتحجز في المستشفى. واليوم اللي انا خرجت فيه من المستشفى بعد العمليه، قعدت اسبوع في المستشفى، وصلني الخبر ان هو انتقل. لان الرب فقط راجل ده لغايه يعني يشرف على كل اجراءات العمليه بتاعتي لغايه اخر لحظه.
هناك أشكرك. يعني الرب العقيق أشكرك وتدبيراته فعلا يعني أنا مديون للرب أولا وأخيرا مديون للرب. أشكرك. طب هنطلع فاصل يا أسيس سمير وهنسمع ترنيمة معزية وهنرجع تاني نكمل اختبار أسيس سمير. خليكم معانا وكلموا أصحابكم وقرايبكم أنهم يسمعونا. تفضل. أنا راجع ليك جاي لك بذنوب نجمان طالب غفران طالب مجمد مصروف ارفع ايدك وامسك ايديك بمسك في ايديك وبصدق يا رب فيك وبصدق فيك يا يسوع عيش فيك أنا راجع ليك اصرف من كل قلبك اشفيني
اشفيني من كل ضعف فيا، اشفيني من الشهوة من الخطية، اشفيني. اطلب من الله انه يشفيك من كل حاجة. لو نفسيتك تعبانة الرب هيشفيك، لو مريض الرب هيشفيك، لو كل الامور صعبة حواليك قل له اشفيني، اشفيني من الخطية، المستعبدين للخطية، الخطية اسرانا ومش قادرين نتحرر منها، قل له اشفيني. وهو قادر ان هو يشفيك، الهنا اله الشفاء، ما عندوش مستحيل، ما فيش حاجة صعبة عليه. الدكاترة تعجز، ادينا سمعنا اختبار القسيس سمير ولسه هنكمل، وشفنا الصور بتاعته قد ايه كان تعبان وفي حالة يعني صعبة جدا، ولكن الرب وعده ان هو يشفيه، هو شفاه عن طريق الطب. لكن الله يشفي، يشفي النفس ويشفي الروح ويشفي الجسد، هو صالح. هنرجع تاني مع القسيس سمير ونكمل اختباره. قسيس سمير، يعني انت بتقول انك كنت بتسمع الله بيكلمك في وسط ظروفك الصعبه، وانت بتتعسر من الالم كان الله بيطمنك وبيكلمك. كلمنا الله كان بيطمنك ازاي وكان بيكلمك ازاي واداك السلام انك هتكمل وهتعمل العمليه وهتقوم وترجع بيتك رغم كل الالام النفسيه والجسديه اللي انت مريت بيها. كلمنا عن اطمئنان الله في وقت معصرة الألم معاك. الوقت اللي فعلا اللي كنت متألم فيه، يعني كنت ببقى قاعد الصبح لوحدي، أولادي يعني كل واحد في مكانه في عمله، هي زوجتي في عملها، فكان كل الوقت الصبح ببقى قاعد لوحدي بقضيه في الصلاة وقراية الكتاب المقدس. حلو خالص. وقراية كتب روحية، وكان الكتب يعني كانت قرايتي كلها في معجزات المسيح، وكل ما كنت اقرا معجزها واشوف ازاي الرب يعني قادر ان هو يقوم الميت، الرب يشفي المريض المنحني، الرب يقيمه، ده كله يعني بيقطعني، فكانت تجي ان الله لم يتغير. ايوه. الرب يعني تبقى لنا يسوع المسيح امس واليوم والى الابد، الرب ما اتغيرش. وكنت ناس وبسمع ناس اختبارات شفاء، وده كان بياكد انه يعني انا اكيد واحد من اولاد الرب، واكيد الرب مش يعني يقدر يصنع معايا معجزه. صلاتي وقاعد قدام الرب، وكنت يعني على طول عايش في جو من التسبيح والترانيم اللي تسليم للرب، وكان الرب بيملاني السلام من قلب التطمين، وكنت ان الرب تتخلى عني لانه اهلي هو معانا كل الصبح مهما كانت صعبه كانت مستحيله. يمكن يعني ذكرت من شويه ان قلبي يلم اقصى للحظات عن ضعف بشري، ويعني حصل لي نوع من الخطه، لكن رجعت ذكرت انه يعني انا عامل كل الدوكتور والدنيا كويسه، والدكتور بتاعي عمره ما قال لي مثلا حاجه زي كده، والرب كان بيقول لي سيبك من الكلام ده، يعني معايا صدق فيا، انا خلصتك من المرض والتعب والالم، مش هسيبك. الله. كان كله في كلام كلام طمانينه، ويعني فعلا انا لغايه اخر وقت مش هعمل عمليه شهور قليله، انا كنت انزل في بيتي صحيح وقت قليل، لكن ده كان تشجيع لي ان انا اقدر ان انا انزل اقدم الخدمه ارجع على قد ما اقدر. فالهنا صالح، الهنا عظيم، الهنا يعني يصنع مستحيلات. ايوه. فده مصدق كده. ايوه. يعني يعني الدكاتره كانت بتقول شيء، لكن الله كان بيقول لك سيبك من كل ده، انا هعمل معاك معجزه. وكانت اكتر حاجه بتشجعك والرب كان بيكلمك في الوقت ده انك بتعمل خلوتك الصبح، كنت بتقعد مع ربنا وتصلي وتقرا في الانجيل وتتكلم معاه وتقرا كتب، فكان ليك وقت مخصص مع ربنا، هو ده اللي كان بيطمنك فيه ويكلمك فيه. يعني اوقات الله بينفرد بينا عن طريق المرض او عن طريق اي شيء بيخلينا نقعد بس معاه عشان عايز يكلمنا وعايز يشجعنا. فانت كنت بتسمع وتطمن من الله عن طريق وقت الوقت اللي بتقعد معاه مع الرب وقت خلوتك، صح؟ انا عايز اقول انه يمكن الرب يسمع اوقات فعلا زي ما كده،
انه يعني انا قاعد مع الرب، بس اوقات قليله مشغول بالخدمه، مشغول بامور ثانيه كتير في عمل ربنا، لكن الرب في الاوقات عايزنا نقعد معاه هو. ايوه نختلي بيه هو عايز يختلف فينا. أيوة. واحنا نختلي ونسمع صوته ونشبع بيه ونلتزم اكتر. ايوه عشان كده حسيت ان الوقت اللي قبل العمليه ده الرب قعدني في البيت عشان اقرب منه اكتر. أيوة. واشبع بيه اختلى بيك. بالظبط كده. ايوه. طب ازاي اسرتك واجهت الوقت الصعب ده؟ يعني انت في حالة مرضية صعبة، في حالة مادية صعبة، مش عارفين ايه اللي هيحصل، الأسرة أولادك وزوجتك واجهوا معاك الوقت الصعب ده ازاي؟ يعني الحقيقة كانوا مشجعين جدا ليا، وزوجتي كانت يعني معايا لغاية وقت العملية، مش سايباني وبتعمل كل شيء يقدر ان هو يخليني مرتاح ناحية يعني الحتة دي، مبقاش تعبان ومرهق. ولادي نفس الشيء. فلقيت الحقيقه مؤازره من جانب الاسره الصغيره وعيلتي الكبيره، والدتي واخواتي اللي فعلا كانوا بيشجعوني وكانوا بيصلوا من اجلي. وده يعني جدا جدا، انه احنا لما بنحس ان حد جسد الواحد، فكره الجسد عضو في العيله، بنلاقي كل الاعضاء العيله تلتف حواليه، يرفعوا يده، يرفعوا طلب، يعني كل سند دي فعلا في الوقت الصعب ده. وده اللي انا لمسته في زوجتي وفي اولادي وفي عيلتي اللي كانوا بيشجعوني وبيسندوني في صلاتهم دايما. حلو خالص. يعني لما الرب يسمح لحد في الاسره انه يمرض ويخش في مرض صعب، يا ريت ما نتذمرش ونقول له احنا تعبنا من مش قادرين، يعني انت وصلت المرحله دي ليه؟ في ناس كتير بتكون مش قادره تتحمل المريض ويكون بتتذمر ومش قادرين ان هم، يعني كل الامور بتكون صعبه. لكن اسره الرئيس سمير كانت بركه ليه، كانت بتشجعه وبتصلي من اجله. انا فاكره كمان كل شعب الرب كان بيصلي، شعب الكنيسه، الشعب في الخارج، كل اللي يعرفوا واللي ما يعرفوش كان بيصلي للقسيس سمير ان رب يعمل معاه معجزه، وفعلا الله عمل معاه معجزه. فلو الرب سمح لنا بمرض، يا ريت ما نتذمرش. طب يا قسيس سمير، انت كنت بتشكر في وقت الالم، يعني وقت تجربتك دي وانت متالم، وانت انا متاكده انك بكيت كتير، اكيد بكيت كتير، لان كل حد بيبكي وهو في وقت الضيقه، في وقت المعصره اكيد بكيت كتير. فعلا كنت قادر تشكر وانت في وسط الظروف دي؟ وفي اوقات، وكمان انا عرفت ان بعد العمليه انت انفصلت عن اسرتك وقعدت في مكان لوحدك وفتره معينه ما كنتش تقدر تشوف اي حد ولا تتواصل مع اي حد، خدت وقت طويل. قدرت تشكر في وقت الالم وفي وقت الضيق وفي وقت ما الله يعني مدخلك في المعصره، قدرت تشكر رب على كل اللي انت فيه؟ في وقت الالم فعلا كانت الوقت كله كنت بقضيه زي ما قلت لك في صلاه وقريت الكتاب، وكنت بشكر فعلا الرب ان هو يقدر يصنع، انه بيصنع معجزات. وكنت يعني كانت ليا طلبات طبعا، بدخل التدريب الجميله الشيرين، كنت يعني من اكثر التدريب اللي كنت برنمها، وبنيم التراب كان ايدي يعني على طول للرب. وكنت فعلا لما اقرا معجزه او اسمع اخبار، كنت فعلا بشكر الرب على ان انا كنت قاعد في وقت كبير، كنت بقدر انزل او اكل، وبشكر لانه الرب مش هيكتبني، بشكر لانه الرب معايا، بشكر لانه الماضي بيشهد على كلامته. يعني انا في بدايه علاقتي مع الرب فعلا بشعر مميز جدا عند الرب. الرب ميزني قوي من وانا كنت في سن اعدادي، عرفت الرب في سن اعدادي، بعدها ان انا شخص مميز جدا كمكانه عند الرب. كنت ده اللي بصليه واشكر الرب انه عمل معايا حاجات، وبشكر على اللي جاي ومصدق في اللي جاي. الشكر في احد الامور اللي فعلا حرك ايد ربنا، ان مفيش تذمر، مفيش شك،
حتى لو يسمح هو بيأتي مع الفائل بيدي يعني تشريعات بيدي يعني مثلا حد صديق ليا قسيس في هناك كان يتصل بيا يشجعني قلت له الكنيسه عندي مع ان انت ما تعرفهمش يعني الكنيسه مش كنايس المجمع كلنا يقول الشعب قلوا كان ده بيخليك تشعر بالرب اكتر ناس صلت ناس شغلة نتيجه كان بيخلي نفسي ان الرب هيصنع امر جديد وده خلاني اشكر الرب هيصنع معجزه وبالفعل الرب صنع معايا. حياة الشكر صعبة جدا وبالذات لما بندخل في تجربة أو في مرض أو في ضيق بيكون صعب جدا ان احنا نشكر. هو دايما بطبيعه الانسان بنشكر في الظروف الحلوه، لو الدنيا ماشيه معانا كويسه، لو كل الامور كويسه بنشكر، لكن لما بنخش في ضيقه او كمان بقى لما الضيقه بتطول قوي وبنقول له يعني الانسان بطبيعته ليه يا رب كده، يعني ما فيش غيري انا، هو انا اعرف ان في ناس بتقول هو انت ما راكش غيري، يعني طب ما في ناس تانية كتير، يعني شيل عني شويه وانا تعبت من كتر اللي انا فيه، انا الدنيا صعبه جدا معايا، مش قادره استحمل طاقتي، مش قادرة استحمل. لكن الله بينظر لنا وإحنا في الألم، بينظر هو والسماء والملائكة إحنا هنعمل إيه في وقت الضيقة في وقت الألم، هنشكر ولا هنتذمر؟ لأن دايما إبليس بيجي يشتكي علينا زي ما جه اشتكى على أيوب وقال له هو بس بيشكرك لأن متنعم في خيرك، لأنك مديله ومديله ومديله، جرب كده تشيل منه الحاجات دي وشوف هيعمل إيه. فالشيطان حارب علينا ان احنا ما بنشكرش غير في وقت الظروف الحلوه بس، لكن الله النهارده بيبص عليك، لو احنا وانا، لو انت وانا في ظروف وفي ضيقه، الله بيبص علينا هنشكر ولا هنتذمر؟ احنا عايزين نتعلم ان احنا نشكر على الوحش قبل الحلو، اللي احنا شايفينه وحش في حياتنا، الامور اللي منغصه علينا عيشتنا، الامور اللي تعبانا، الامور اللي مخليه الحياه سوده، الامور اللي مخليه الامور الدنيا صعبه معانا، مش قادرين نتحمل تاني. أشكر الله. الشكر بيخلي الله يشم رائحة بخور. الشكر بيخلي الله يفرح بأولاده ويقول هم دول صنع يدي، هم دول فعلا اللي أنا خلقتهم، مش عشان بس الأمور الحلوة اللي أنا بديها لهم بيشكروني، ده بيشكروني في كل وقت. طب يا أسيس، اتعلمت إيه من التجربة بتاعتك دي علشان نفيد كل حد دلوقتي بيمر بالتجربة وفي وقت الضيق بتاعه؟ اتعلمت إيه؟ اتعلمت ان انا اتمسك بالرب، اتمسك بالرب واتمسك بوعوده واتمسك بكلمته واقتل بالرب. حلو خالص. الرب هو قادر ان هو فعلا يشفي، انا اصدق واقتل من الرب الشفاء بالايمان، الرب يديني الشفاء والرب فعلا هو الهي. واحده من الحاجات اتعلمتها ان انا صلي من اجل الناس اللي بتحتاج في ظروف والام صعبه حتى لو انا ما اعرفهاش. انا زي ما قلت من شويه ناس ما تعرفنيش، مجرد سمعوا بتاعهم عني كانوا بيصلوا من اجل حلو بلجات وناس بره مصر ناس مجموعات صلاه. ايوه فمهم جدا نصلي من اجل ناس حتى لو احنا حد ظروف ألم، حد أحزان فقط، حد في احتياج، حد في ظروف اضطهاد أو مشكلة أو ضيقة زي اللي ذكرتها في الباط الصلاة، الناس البنات المختطفة أو كده القلب من الرب يعني يرجعهم، ناس ما نعرفهاش صلي من أجلهم. واحدة من الحاجات اللي علمتها إن أنا كمان أعطي الناس اللي فعلا عندها احتياج. زي ما قلت في ناس كتير عدت لي فلوس سددت كل احتياجاتي، فعدت ان كمان سدد احتياجات الاخرين. انا اصلت من الناس ده كويس، لكن لو في مقدرتي ان انا اساعد فاعمل ان انا اساعد الاخرين، امد كف للمحتاج. يعني احنا دايما في البرنامج بنقول بنصلي لاجل كل الناس، صلي لاجل اللي تعرفه واللي ما تعرفوش، والصلاه بتوصل، الصلاه بتوصل للشخص اللي هو محتاجها، وانت كمان في ناس بتصلي لك، في مجموعات صلاه كتير بتصلي لكل حد يطلب الصلاه، اذا كنا نعرفه او ما نعرفوش،
والرب بيسمع. صلاتك بتوصل للمريض، صلاتك بتوصل للتعبان، صلاتك بتوصل للمديون اللي هيدخل السجن، صلاتك بتوصل لكل حد محتاج، لكل حد في ضيقه. الصلاه وبيطلب صلاه بتصلي له وصلاتك بتوصل. اوعى تبخل انك تصلي لحد انت ما تعرفوش، اوعى تبخل انك تقول ولا مالي يعني انا اعرفه منين ولا لا، ده الله بيسمع الصلاه دي. الصلاه رائحه بخور بتوصل لله لاجل الشخص ده. القسيس سمير كان كل العالم بيصلي له، في كل ولايات وفي كل الدنيا الناس كانت بتصلي له. والصلاه طبعا كنت حاسس بالصلاه يا قسيس سمير، يعني الصلاه كانت واصله لك من الناس اللي انت تعرفها او ما تعرفهاش، وده كان مشجعك جدا ومقويك، وكنت حاسس بكل حد بيصلي ليك، صح؟ كان عندي ده كان مصدره صلوات كتيره جدا من اجل كل انحاء العالم فعلا. عشان كده ما تتكلش على حد قلب حد تعرف ان هو محتاج. حاجه ثانيه من الحاجات اللي اتعلمتها، يعني كويس اقول له الواحد انا معاك، انا يعني مقدر ظروفك، لكن ان انا كمان اظهر ده في حاجه عمليه. يعني انا في وقت ما كنت محتاج ناس تتحرك معايا، كان الناس بتتصل بيا انا تحت امرك، انا العربيه بتاعتك. واو. امرك في اي وقت. لو شعر فيها كمان يقول لي هات اي حاجه قول لي انا اعملها، انا افضي نفسي. كويس قوي انا مش كاتب حاسس بظروفها. جنب الناس ظروفها. ده فعلا يعني انا مش عايز اقول عن نفسي انا فعلا بعمل كده من قبل، لكن دي اتعلمتها وشفتها فعلا بركه كبيره جدا، انه في حاجات كل شخص لوحده. ايوه. فانا بعد كان اسرتي يعني عندي ابني وبنتي مش قادر يعملوا كل حاجه، لكن لقيت ناس كثيره بتتحرك معايا، بتروح معايا، بتسلم لي حاجه، بتوصل لي حاجه، فنحاول نساعد الاخرين بطريقه عمليه. ايوه. المحبه عمليه. محبه عمليه. واللي يقدر يعرف يعمل كويس زي الكتاب بيقول ما تعمل ما تحسب ولا يفعل فذلك خطيئه. نتحرك يا اخواتنا اللي عدوا في ظروف صعبه، تشجيع ومؤازره وطلقه وعديد مال، نقف مع الناس المحتاجه. ايوه. يعني الاستاذ سمير لولا ان في ناس كانت واقفه معاه ماديا، في ناس بتساعده ان هو يسوقوا له بالعربيه يودوه الاماكن اللي هو محتاجها، ما كانش يقدر عيلته تعمل كل حاجه لوحدهم، لان كان الامر كبير وهو كان تعبان جدا والموضوع كان كبير. لكن المحبه العمليه هي اللي ساعدت القسيس سمير ان هو يعدي من المحنه دي. عايزين كلنا نصلي ونقول له يا رب حط على قلبي عيله. لو انت الرب كرمك ماديا، لو الرب كرمك معاك عربيه، لو الرب كرمك بشيء ما، قول له يا رب ساعدني ان انا احط على قلبي، حط على قلبي عيله يا رب ان انا اتولاها كل شهر، كل على قد ما تقدر. قول لربنا خلي فلوسي دي يا رب مش انا بس اللي استمتع بيها، هو اللي رب اللي بيجيب الفلوس مش احنا. قول له يا رب حط على قلبي عيله ان انا اتولاها، حط على قلبي يا رب اسره فقيره ما عندهمش دخل ان انا ابعت لهم على قد ما اقدر او كل شهر ويكونوا ده العائل بتاعهم كانهم حاجه شهريه. حط على قلبك انك تخدم الرب، تخدم الرب بعربيتك، تخدم الرب من اي حاجه الرب مديها لك. الرب مدينا خيرات كتير، لكن احنا قافلين على نفسنا مش عارفين نستخدم الامور دي ازاي. لكن ناس كتير محتاجه 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 لابسط الامور. المحبه مش بس كلام وممكن نتصل ونقول له عامل ايه وانت كويس، لا، المحبه لازم ندي، ندي من فلوسنا، ندي من الخيرات اللي رب اداها لنا، ندي من وقتنا، ندي ان احنا نسال عليه، ندي ان احنا نروح نوديه للدكتور مثلا. لو في حد ما عندهوش يقدرش يروح للدكتور وانت معاك عربيه قول له انا هوديك للدكتور اليوم الفلاني، الرب هيكافئك مكافاه كبيره. الرب بيشوف الامور الصغيره دي اللي احنا مش حاسين بيها، دي امور عظيمه، وانت بتفرق كتير في الشخص اللي هو محتاج، اللي هو في وقت الضيقه، اللي هو في وقت المحتاج حد يسال عليه. انا الحقيقه شفت الامر ده لما جوزي كان تعبان في المستشفى، انا شفت المحبه العمليه. انا قلبي داب، قلبي داب من محبه الاخوه اللي حواليا. الحقيقه المستشفى ما كانتش بتفضى، ومش بس كده، كل اللي بيساعد بحاجه كان بيقدر
كل شفنا المحبه العمليه، مش المحبه بس الكلام اللي احنا بنحب، لا، المحبه هي عمليه. القسيس سمير كمان شاف المحبه العمليه، وعشان كده هو الرب شجعه وخرج من الازمه اللي هو فيها. كلنا عايزين نتعلم، وانا اقولكم ان اتعلم المحبه الاول، المحبه العمليه على قد ما اقدر، اللي بين ايديا مش بتاعي، ده بتاع الله. الله هو اللي بيدينا الخير، احنا ما نعرفش صدقوني نجيب ولا حاجه، لكن هو اللي بيجيب كل حاجه، وهو عايزنا كمان نخدم. بيقول ان احنا لو اهتمينا بهؤلاء الاصاغر فاحنا اهتمينا بالرب يسوع. طب يا قسيس سمير، يعني اخر سؤال هساله لك وبعد كده هنصلي، تحب تقول ايه لكل مريض ومتالم دلوقتي؟ كل مريض او حد عنده الام جسديه نفسيه ايا كان نوع الالام، على بيها قدام الرب. أيوة. على بيها. أيوة. على بيها ثقه ان الله مازال حي، ان الله يقدر يشفي، الله فعلا ثقيل. أيوة. عليك، هو ما اتغيرش. لا ما اتغيرش. زي ما عمل معايا يقدر يعمل معاك معجزه، وعمل مع اخرين. أيوة. حول العالم. بس اهم شيء ان احنا فعلا بالايمان قدام الرب. واشجعك انت واضح صلت دجاجه قدام الرب. الرب بيسمع. الرب مرات بيتأنى علشان مدى ايماننا واستمراريتنا في الصوت. والرب جاي. الرب يعني العهد القديم شاف يا جاش اخوه المتألم تحت ايدي المصري. ايوه. الرب قال انزل. الرب شايف دقتك، حاسس بيك، آلامك، فعلا جاهز مستحيلات ليك. أيوة. الوقت المناسب انك تفتش ايمانك وثقتك. ايوه، يعني اتمسك بالرب واتمسك بوعوده وقول له انت تقدر تشفيني. لو احنا دلوقتي هنصلي، القسيس سمير هيصلي لنا وهنختم الحلقه. لو مريض، لو مش قادر تقوم من السرير، لو عندك ضيقه، لو مريض نفسيا، لو تعبان، لو الامر صعب بيك وضاقت بيك الامور، اقف معانا دلوقتي وحط ايدك على التلفزيون وقول له انا جاهز تشفيني، انا جاهز تحررني، انا عايزه اتوب عن خطيتي، انا عايزه اكون معاك بقيه عمري. كلنا دلوقتي هنصلي. اوعى تضيع الفرصه دي من قدامك، اوعى الفرصه دي تضيع. الشيطان بيحاول يضيع كل فرصه حلوه مننا، لكن انت اقبل الرب دلوقتي، اقبل الشفاء، اقبل الخلاص. الرب هيتحنن علينا، واحنا كلنا هنصلي دلوقتي مع القسيس سمير، والرب هيسمع لصلاتنا. اتفضل يا قسيس سمير. نعم يا رب، انت اله المستحيلات، لا يعثر عليك امر. يجيلك يا رب المريض وتشفيه، يجيلك يا رب المحتاج تسدد احتياجه، يجيلك يا رب الانسان تتغير يا رب، القيد تكسر القيد، يجيلك يا رب الشخص تتغير. فك يا رب الذئاب، نعم يا رب انت اب حنين، انت ابونا، وانت يا رب فعلا كله حنيه. حنان يا رب، حنان يا رب، بدل يا رب من شمال ويمين تجري نرتلي في احضانك يا رب، تجري يا رب ونكدس روحك، تيجي يا رب نرتمي قدميك. نعم يا رب، انا بتخلص من كل انسان يا رب يزيد الم نفس اللي على كره الفرج يا رب. يا رب خاصة يا رب، ضع يمينك يا رب كثيرة يا رب، فك القصور يا رب، الناس اللي قيادة بأمراض نفسية يا رب، فك يا رب هذه الأمراض يا رب، اشفي وقرر يا أخي يا رب، كما كنت تجود يا رب تصنع خيرا، يا رب تشفي المتسلط عليهم وتزيد. صلي يا رب انك تعمل يا رب اختيارات للناس يا رب، فعلا يا رب المفقدة تحررها، الناس يا رب المريضة تفديها، الناس يا رب اللي عندها حاجات ماديه، انت يا رب عندك مكان يا رب مليانه يا رب بخيرات يا رب، تغدق يا رب على كل محتاج يا سيدنا رب، تيجي يا رب بحريه، تيجي يا رب بشفاء، تيجي يا رب بكل بركه، انت رب مصدر كل بركه، صدق فيك، صدق في وعودك رب، اعطينا يا رب فعلا ان نمتلئ الايمان والثقه يا رب بشخصك يا رب، زي ما صنعت معجزات في الماضي اصنع يا رب في هذه الايام ايضا يا رب. تكيد يا رب كل طلبة بنصليها، لأنه يا رب بنصليها في اسم المسيح يا رب، ليس لصلاح أو غير دينك. صلي وإحنا مصدقين إنك أنت إله المستحيلات. اسم المسيح يا رب، صلي في اسم المسيح، صلي
يا رب تكون يا رب الحلقة دي سبب بركة لكثيرين. يا رب ناس يا رب تتحقق المطلوب، ناس يا رب تشفى من أمراض، ناس يا رب تنال يا رب احتياجاتها باسم المسيح مرة ثالثة. قلت بصدق يا رب بسمع ولك كل المجد. امين في اسم يسوع، في اسم يسوع. شكرا ليك يا قسيس سمير، اتباركنا بيك النهارده في اسم يسوع. الرب يستخدمنا والحلقه تكون لمجد اسمه، وكل يعرف الرب وكل اسم الرب يتمجد. شكرا لكم اعزائي المشاهدين في برنامجكم الصلاه المستجابه، والى اللقاء في حلقه قادمه. الرب معكم. في كتير طرق وسط الحياه